والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من الرياض المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي. بداية نرحب فيك أستاذ سعود وشكرا لوجودك معنا في أم بي سي في أسبوع. الله يبارك فيك ويسلمك ويطول عمرك يا رب. أستاذ سعود، ما هو تعليقك على المرتبة 34 لطرق المملكة عالميا؟ والله غير مرضي بصراحة، وخصوصا أن المملكة تمتلك من شبكات الطرق أكبر من 34 دولة الذي يعني تأتي تسبقها في التقييم، ولكن من المؤسف جدا أنها التقييم يأخذ عدد من النقاط أهملت هذه النقاط. كان تركيز الوزارات في الماضي على التنفيذ فقط بدون إدارة الطريق، بدون تشغيل الطريق بعد التنفيذ، بدون أخذ المعايير والسلامة. للأسف هناك يعني بعض التداخلات، يعني في الصيانة ما زال هناك تقصير واضح، بحيث أن الصيانة لا ترقى وهي سبب تدني مستوى التقييم يعود للصيانة والتشغيل بالأصح. ثم يأتي ذلك في بعض التجاوزات في العلاقة بين وزارة البلديات وبين الطرق، عندما يقترب الطريق من القرى أو من المدن الذي يعبرها طرق وزارة النقل يتم الاعتداء عليه بوضع مخارج ومداخل غير نظامية، وهذه تخل من قيمته السلامة عليه في ظل عدم وجود، يعني هي مخالفة للمعايير وللمواصفات وزارة النقل، فيجب إعادتها ومراجعتها بحيث تكون تتوافق مع النظم الهندسية. هناك العديد، لكن نحن في الحقيقة لا ننسى أن نشكر قسم التنفيذ في الطرق سواء في البلديات أو في وزارة النقل، قطع شوطا كبيرا وأعد طرق شبكة من الطرق ضخمة جدا مقارنة مع الدول الأخرى. عدد السكان عندنا 31 مليون في المملكة، وعدد الطرق فوق 68 ألف طريق من النقل وحده من غير الوزارة البلديات، فهذه رقم خيالي مقارنة بعدد السكان. ثاني سعة الطريق، نظاميته، الذي ننقصه هي أنا أعتبرها بعض الكماليات. وأنا أعتقد أن الآن بما أن أنجز معظم الطرق ستعود الوزارة تركز على هذه الكماليات والعوامل للسلامة وعلى إعادة تأهيل الطريق مخارجه ومداخله بحيث أنها تقضي على هذه السلبيات وترفع مستوى الجودة للمامول إن شاء الله قريبا. سعادة المهندس سعود، يعني هل ما أنا مجرد أني أتساءل الآن لأني أعتبر نفسي واحد من الجمهور الذي يتابع هذا الطرح ويتابع هذا النقاش فيما يخص وزارة النقل، فيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الأمانات كذلك، هي تتقاطع ذات المسؤولية فيما يخص الطرق لدينا في السعودية سواء الفرعية الداخلية أو خلافه. الآن هل تعتقد أن الإضاءة والسلامة وحتى اللوحات المرورية الخاصة بالإبل والقيادة وخلافه، هل تعتقد أن هذه كماليات؟ بس عشان نكون واضحين مع المشاهدين. لا هي أساسيات، أنا آسف جدا لهذا ربا، لكن أنا هي مقارنة بالتكلفة، مقارنة بالأشياء هذه تعتبر أشياء تكلفتها بسيطة مقارنة مع تكلفة الطريق. فلذلك أنا من ناحية القيمة اعتبرتها قيمة ثانوية، لكن بالأصح هي مهمة جدا، لأن شوف لابد أن مستخدم الطريق توفر له المعلومات وتوفر له، وحتى الرقابة المرورية ضرورية جدا للضبط، خصوصا أنت عندما تقارن الآن معظم مدن العالم أصبحت مدن ذكية تراقب ذاتيا بدون وجود جندي، بدون وجود تدخل بشري، أصبحت الشوارع مراقبة والمخالفين يلقون العقوبات أوتوماتيكيا، حتى وصلت بعض الدول السيارة نفسها هي تقيد المخالفة على قائدها. صحيح. بدون أن حتى لو كان، فلنرجو أن تتطور معايير سواء الحد من المخالفات، وجود اللوحات الإرشادية. للأسف في أنك تجد بعض الطرق ما يوجد لوحات كافية، واعتمدوا في الماضي على عمل المطبات الصناعية. صحيح. والمطبات زادت السوكيلا، يعني زادت ضرر، ألحقت ضرر كثير، حتى عندما فجأة تسقط في مطب قللت من قيمة الطريق. ثم ثاني شيء اللي إلى حد الآن
هو معيار الصيانة، الصيانة الخلل الذي يهدد السلامة يجب ليس فوراً أن يعالج فوراً، لكن للأسف ما في تصنيف للصيانة وللضرورات في وزارة، لا في البلديات ولا في وزارة النقل. يجب أن يجب يصنف أو تضع علامات إرشادية تمنع أن تقع في نفس الحفرة، أو مثلاً أول المشكلة اللي صارت في الطريق. فهذه الأمور ما زال هناك قصور في عقد الصيانة والتشغيل، ما صار هناك قصور في مواصفاته. فهذه هي الأشياء، التركيز في الماضي مثل ما قلت لك كان على التنفيذ، أهملت هذه الجوانب، وكانت معظم الطرق جديدة وما كانت تحتاج لهذه الصيانة، وما كانت تحتاج الصيانة كبير. لكن الآن مع تقادم بعض الطرق أصبحت يبي إعادة نظر، ولدينا ثقة إن شاء الله أنه يرتقي، لكن في قصور وإحنا نقرب القصور، وإحنا نشوف إن شاء الله خلال سنة وسنتين سيكون ننافس على الأولى والثانية. يعني لدينا يعني قدرات، لا لدينا قدرات ولدينا خبراء ولدينا الوزارة في مؤهلة، لكن أنا أعتقد أنه مجرد غفلة. يعني فالآن يعني مثل ما قال تنبهوا، والمجلس الاقتصادي وجميع الوزراء أصبحوا لدي في معيار أداء وحسن أداء، وأصبحت في مراقبة. حتى مثل ما ذكر المتحدث من الوزارة ذكر أن المواطن أصبح مراقب، يعني أصبح متعاون ويرصد المخالفات ويرصد. بالتأكيد. طيب أستاذ سعود، أبغى أعرف منك كيف ترى أو تصف الوضع أو المسؤولية على الجهات المعنية أو حتى على المواطن زي ما حضرتك ذكرت، خاصة في ظل الرؤية الحديثة للمملكة اللي بتستوجب المزيد من الاهتمام والتحسين للتقدم نحو مراتب أفضل وحماية مستخدمي الطرق. هو الآن الحمد لله الرؤية أول شيء بدأت بتحسين تطوير النظم والتشريعات. نعم. اعتبارا من التشريعات اللي تخص المواد وتخص الطريق وتخص النظم، وربطت كل شيء، الآن ربطت بأكواد معينة، بالمهندس صنفته وجعلت له هناك معايير للمهندسين العاملين، فهناك تشريعات جديدة. ثاني شيء وضعت رقابة ومراقبة للأداء وفق المعايير الجديدة. صحيح. في الماضي كنا نفتكر لنقص كبير في التشريعات، نقص كبير في المواصفات، فكان هناك نقص كبير حتى في تأهيل المهندسين وفي تصنيفهم وفي درجاتهم واختصاصاتهم ومحاسبتهم. فالآن الحمد لله يعني توصلنا في ظل الرؤية خلال السنوات القليلة هذه، استطعنا أن نشرع، استطعنا أن نحاسب، استطعنا أن نبني قاعدة كبيرة، بنية أساسية لننطلق منها إلى الأمام. وهذا ما يجعلنا لدينا ثقة في أبنائنا ومهندسين أن يتقدموا بشكل، لأن أصبح كل شيء جاهز، العدة التجهيزات أصبحت متوفرة، النظم متوفرة، المعلومات متوفرة، الخطط واضحة، فليس هناك مجال للخطأ في المستقبل. هناك تحسن كبير. ليس هناك مجال مهندس سعود، ليس مجال للهواء أو حتى للتلاعب في مثل هكذا مواضيع، خاصة إذا كانت تمس مصلحة المواطن ومستخدم أو سالك الطريق في الدرجة الأولى. لكن أنا الرسالة النهائية أريد توجيهها من خلال هذا المنبر وعلى الحديث معك أو النقاش معك ولوزارة النقل، لكل المعنيين بخدمات النقل لدينا في السعودية، أما آن الأوان الآن أنه إحنا نتخلص من الاجتهادات الشخصية، من القرارات الفردية. بعض الأمانات تتخذ قرارات فردية، تأتي وزارة النقل وتحاول أنها تعدلها، هذا جزء. الجزء الثاني، لدينا مشكلة إحنا مع عقود الباطل، لدينا مشكلة حتى مع المقاولين للطرق، غالبية الطرق لدينا الحمد لله جيدة، ولكن نعاني من الطريق ينشأ هذه السنة، بعد 6 شهور، بعد 3 شهور تعديل للطريق، تحسين للطريق، تحسين لبعض جوانب الطريق. هذه أبرز المشاكل اللي إحنا نعاني منها. هو الأساس النظم، هو الذي الرسالة هو الالتزام بالنظم والتشريعات والقوانين. تصميم الطريق يجب أن يخدم لخمسين سنة هكل شيء، فعندما تعيد تأهيله بعد سنة وسنتين معناته أن التصميم خاطئ في البداية، وأن الطريق نفذ بمعلومات ومعطيات غير واقعية. لكن لا أعتقد وقت الفوضى والغوغاء قد ولا الآن، ابتداء من التصميم وانتهاء أصبح الكل محاسب، المكتب الاستشاري محاسب،
محاسب، المقاول محاسب. طبعا احنا لا نريد ولا لن يصل الامر الى ان نطلب من المقاول ان يعمل، المقاول يعمل تحت رقابه ولن يسمح له بان يعمل مخالفات الا اذا كان هناك فساد في الجهه اللي تراقب عليه. صحيح. فليس هناك، ان يجب ان يطبق المعايير. وقلت لك الان في ظل الاجتهادات الشخصيه كانت في غياب القانون وفي غياب رقابه القانون والنظام والتشريعات، لكن لما يوجد القانون ما اصبح لا احد، حتى صاحب المعالي الوزير ما اصبح عنده الصلاحيات يتجاوز ويخالف. فاصبح الامر بظل التشريعات ينبو عن مستقبل زاهر ان شاء الله وتقدم ملحوظ. يعني ف يعني نعطي ان شاء الله خلال سنتين انا اثق ان ستكون هنا في الام بي سي ان شاء الله معايير غير المعايير هذه مبشره وسنحتفي بها ان شاء الله. على كل احنا نشكرك ضيفنا من الرياض ونتمنى لك عوده سالمه وامنه ان شاء الله لمنزلك. المحكم والخبير المهندس سعود الدلبحي، شكرا جزيلا لك.